وبآخر محطاتنا الصباحية لليوم رح نروح لمحافظة حلب لنتعرف أكثر على مبادرة شهيق زفير اللي إلى دور كبير وكانت فاعلة على الأرض وأثبتت وجودها بكل الظروف وخصوصا دورها لدعم أطفال متلازمة داون. معنا عبر الهاتف منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير. يسعد صباحك أستاذ منتصر. صباح الخير. صباح الخير لك أستاذ منتصر ولكل فريق شهيق زفير. اليوم بداية خلينا هيك نسألك كيف أهالينا بحلب؟ حلب كلها تمام، سلم عليكم وانتظاركم بحلب إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ منتصر. اليوم عم تركزوا على الأطفال ذوي الهمام، على أطفال متلازمة داون، وشفنا مبارح عبر تقرير أيضا بصباحنا غير بالإخبارية أنه نشاطات كتير مهمة عم تشتغلوا عليها، وكان في طفلين معنا أنه قدروا يتجاوزوا هدول الصعاب اللي بحياتهم ويعملوا شيء. خبرنا أكثر عن هاي النشاطات. أول شيء يسعد صباحكم ويسعد صباح الإخبارية. بصراحة نحن الخطط المنهجية اللي عم نشتغل عليها حاليا هي إدخال الأطفال متلازمة الحب بسوق العمل. الحكي صار لنا تقريبا شيء سنة ونص عم نشتغل عليه، وقدرنا الحمد لله إني نحن نشتغل على الموضوع أثبت وجود الموضوع. بكل فصل نحن عندنا تقريبا شيء صار 5 أطفال دخلوا سوق العمل. امبارح عم تناشدوا راما توفيرا، الشاب الثاني عم يشتغل بسوبر ماركت، في شاب ثاني عم يشتغل بمول، في 3 شباب عم يشتغلوا بعمل أدوية. الفريق التدريب والتأهيل عندنا اللي هو بصراحة له دور كبير، اللي حاول دوما يعمل شيء معين، عم اشتغل على الموضوع هذا وعم ركز القصة هي، لأني ما تخيلي قديش أنت تشعري بسعادة وقت أنت تحسي حالك إني أنجزت شيء معين مع هالبراءة هي بالذات. خلينا نحكي أستاذ منتصر عن نشاطاتكم بشكل عام، وشو الجديد بنشاطاتكم اليوم؟ هلا في نشاطات كثير بصراحة شهيق زفير ما بتوقف، شهيق زفير كل أسبوع أو كل أسبوعين عندنا نشاط، لأني مثل ما بتعرفوا نحن دوما فريق فعال على الارض وما لنا دور. هلا نحن في عندنا ان شاء الله بعد تقريبا 15 يوم او 10 ايام عم نحضر لانتخاب ملكات جمال لبنات البنات يعني ذوي الهمم، حيكونوا لهم دور. يعني صوري بنت عم تخبيها انت ملكة جمال مثلا، وكله ملكات جمال بالاخير هن، سواء احلى بسمه، احلى ستايل، احلى صوت، احلى حضور، وطبعا بالاخير بتزوج ملكة جمال. هي من ضمن النشاطات اللي عم نشتغل عليها. طبعا في عندنا نشاط ثاني كمان له دور كبير، هو موضوع دور الشيف للشباب، دور الشيف مطعم ياخذ شهاده نظاميه مثل عاده موقعه من الجهات المسؤوله، حيكون له دور. نحن بصراحه بالاساس عم نشتغل على موضوع البنيه التحتيه للاطفال هذول بالذات عشان يكون لهم دور. اكيد مثل ما كانت عندك بنيه تحتيه اكيد بتنجح. نعم أستاذ منتصر، اليوم عم نشوف هاي النشاطات عم تركز على هدول الأطفال، واليوم قد ايه مهم عملية الدمج وإدخالهم بسوق العمل ليكونوا خلينا نقول حدا جيد بالمجتمع وما يكونوا عالي على المجتمع، يقدروا خلينا نقول حتى اقتصاديا أفضل. أستاذ منتصر عم بسمعك مدام. نعم عم بسألك عن أهمية دمج هاي الفئة بسوق العمل أو المجتمع. هلا بصراحه بيني وبينك انت كل ما كنت قادر على الدمج معناتها قادر تنجحي بعملك، انت قادر مثلا تخلطيهم باجواء كثيره، قادر تخلطيهم باجواء امور تشاركيه. انا دوما بصراحه باكد على نقطه مهمه كثير كثير، وهي ان موضوع عدم وجودهم ببقيه الجمعيات، يعني وجودهم بالجمعيات له تاثير سلبي عليهم بصراحه. انا من 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 يعني احد الشيء اللي بحكيه انه دوما لازم يكونوا هن يطلعوا من خارج اطار الجمعيات، يكونوا بالمجتمع، يكونوا مثلا بالمولات، يكونوا بالحدائق، يكونوا بمراكز تصميم، يكونوا محلات رسم، يكونوا كل ما خلطتيهم بالمجتمع كل ما انت قدرتي تاخذي نتيجه معينه، لاني اذا انت خليتيهم بالجمعيه او خليتيهم بالمركز راح ياخذوا طاقه سلبيه، لاني في طبعا اطفال هم موجودين جيدين طبعا، بس الطفل وقت تشوف قدامه طفل ما عم بحسن ينطق، ما عم بحسن يحكي، صار بتقمص الدور هذا. ولو اذا كان انت هذا الشخص بالذات عنده قابليه انه يحكي مع شخص ثاني، يعني شخص سليم بسعاده، فبيعطيه اهليه وبيعطيه طاقه ايجابيه بسعاده، فنحن دوما مع دور الدمج.
تمام استاذ منتصر، اليوم حضرتكم كمان صححتوا هي النظره انه فعلا هدول الاطفال عندهم قدرات جباره. هدول الاطفال يعني كيف كانت النظره لهم من قبل؟ يمكن حتى كان في اهالي في بعض الاوقات يمكن يخجلوا لما يكون عندهم طفل بهي الحاله. اليوم انتم من خلال هي المبادرات وتفاعلكم مع الاطفال ودمجهم بكافه مناحي الحياه، خلينا نحكي قديش عندهم قدرات جباره، قديش عندهم طاقات، بس كان هي بدها مجرد تفعيل ودعم اكثر. على فكره هدول الاشخاص اليافعين اللي خلينا نسميهم هن لازم في الحب، عندهم قدرات يمكن قدرات اكثر مني بس كلها دفينه، يمكن اذا قعدتي معهم بتفاجئي بحجم الشيء اللي عم بيطلع منهم. يعني مثلا في عندي مثل على مستوى راما حاليا بلشت هلا تاخذ دور ايجابي بصالون حلاقه، تصميم سوري تصفيف شعر، تجميل الى اخره. انا تفاجئت صراحه بالدور عم يشتغلوا، وهن نفس الناس اللي موجودين معهم بالمركز مبسوطين ان في حدا هل 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 الفئه بالذات عم تشتغل عم تلاقي دورها مثل عادي. اكيد في جهات ثانيه عم تدعمنا، اكيد نحن هذا الشيء ما بننكره نحن، سواء اي حدا عم بدعمنا نكون نحن شاكرين له. رح نكون موجودين بالارض، رح نكون كمان شغلات جديده كشهير وسفير، لان اكيد نحن ننتهي نحن. شكرا استاذ منتصر لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، ودائما نحن متابعين اعمالكم على الارض. تحياتنا من خلالك لكل فريق شهيق زفير، شكرا لحضرتك وبالتوفيق.